رحمه الغراء بالخيرات تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي الرحمة، كل القلوب التي التفت حول نبض الحياة من الحلقة الأولى، الحقيقة بتجيني اتصالات كتير وردود أفعال إيجابية وجميلة جدا، وده المتوقع من كل حديث يصدر من القلب، لأن ما صدر عن القلب لابد أن يصل إلى القلب، وما صدر عن اللسان لا يتجاوز الأذان كما قال القول العربي المأثور. وحديثنا دائما من القلب وعن القلب، فبالضرورة يصل إلى القلب. اللقطة الإعجازية بتاعت النهاردة الحديث المعجزة بتاع المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي لما بعد أراجعه وأراه وأعيد التأمل فيه، كاني أمام عالم تشريح أو عالم فسيولوجيا الأعضاء منذ أكثر من 1000 عام، ومع قوم البدو من رعاء الشاة أو رعاة الشاة، ومع ذلك بيتكلم يعني كلام علمي دقيق جداً. لما وصف القلب قال: بضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نقعد نتأمل ونشرح في هذا الحديث الجميل وحديث آخر، عندما تكلم عن المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الحديثين دولا يعني كل دكاترة الباثولوجي والفسيولوجي بيقفوا يتأملوا ويقولون: ما هذا الكلام المعجز، الغاية في العلمية والغاية في الدقة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول حاجة قال إن هي مضغة، والمضغة زي ما احنا عارفين هي العضلة أو قطعة من اللحم العضلي. فالقلب زي ما احنا عارفين ده عبارة عن عضلة أو قطعة من اللحم العضلي، وزنها في المتوسط 300 جرام، يعني حوالي 3 كيلو، يمكن تصل في بعض الأحيان في الرياضيين المتضخمة العضلات بتاعتهم أو الناس اللي عندهم تمدد في عضلة القلب تصل إلى 1000 جرام، يعني حوالي كيلو. هذه العضلة يعني لو أنت عايز تعرف حجم عضلة القلب بتاعتك ممكن تقفل قبضة الإيد بتاعتك، يعني العلماء بيقربوها بقد قبضة الإيد. هذه العضلة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هي في صلاحها بتمد الجسم بالغاز والأكسجين اللي هو غاز الأكسجين وبالغذاء اللي بيساعد على عملية حرق وتمثيل الغذاء، وبالطاقة ليل نهار. يعني القلب لا يكل ولا يمل، لا يهدأ ولا يستريح، ينام المخ والقائد والقلب لا يسرع له، لا يسمح له بالنوم ولو لثانية واحدة. لو تخيلنا القلب مثلا توقف ثانية أو ثانيتين لا يسمح له بالتوقف. ودايما علامات توقف الحياة الكلاسيكية اللي يعرفها أي واحد بسيط يقول لك إيه، شوف النبض بتاعه، شوف القلب بتاعه. فما دام النبض دامت الحياة، وما دام القلب ينبض دامت الحياة نابضة. ولما يفسد القلب أو يتلف نتيجة أسباب كثيرة جدا، روماتيزم القلب، ضغط عالي، جلطة في الشريان التاجي، تمدد في عضلة القلب نتيجة التهاب فيروسي، بيتلف القلب ويفسد القلب، يتلف الجسم كله ويفسد الجسم كله، ويتداعى سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الجميل في الحديثين يعني في الحديث لما قال عضو ما حددش العضو إن هو القلب، قال بالحمى والسهر. ومن المعروف للناس اللي بيدرسوا علم الامراض الباثولوجي ان الحراره دي بيسموه اكيوت فيز رياكتنت ريسبونس، يعني ده رد فعلي لاي التهاب مرضي في اي عضو. يعني مثلا لما واحد بيجي لي عنده حراره، ده مش تشخيص، اقول له عندك التهاب في الزور، يبقى التهاب الزور عامل حراره، عندك التهاب في الزايده، عندك التهاب في المراره، التهاب في المسالك، ممكن اي عضو ويبقى الرد الفعلي بتاعه الحراره. فالحراره عرض على مرض وليست مرض، وده برضه من الاعجاز في الحديث. وقال السهر ايضا الارق، لما بيتلف عضو او بيتعب اي عضو من اعضاء الجسم بيتداعى الجسم بالارق، لان طبعا المواد الالتهابيه التي بتفرز بغزاره، والاضطراب في الهرمونات والاضطراب في النمط العصبي بيلخبط دايره النوم، لان النوم ده لما بيحصل بعمق ده علامه ان الجسم كويس، يعني الجسم اللي هو غير صحيح لا ينام نوما عميقا. فالنوم العميق او الصحيح او السليم الصحي اللي ما فيهوش ارق ده معناه ان ما فيش مشكله عضوية
وده برضو أيضا إعجاز في الحديث. أما حديث القلب الذي هو حديث المضى، وأنا بسميه المضى المعجزة، إذا فسد فسد الجسد كله، وده هبوط القلب. إحنا لو شفنا القلب اللي هو بيتلف ويتليف ويتضخم، تبص تلاقي الإنسان عنده مجهوده قليل جدا، يقول لك يا دكتور أنا كنت بطلع الدور الرابع، دلوقتي من أول دور في السلم أبدأ أنهج، نفسي بيتكرش، أجي أنام على ظهري ألاقي نفسي مخنوق، أبص ألاقي مجهود قليل، ضغطي بدأ يوطى، نبضات قلبي سريعة، تبص تلاقي الرئة منتفخة بالمية، وتلاقي النفس بتاعه مش طالع، وتلاقي بيزيق، فأدي الرئة بتتأثر برضه، ما ينامش ويبص لي عنده أرق بالليل، يبقى دي المخ بيتأثر، ممكن درجة التركيز، وتلاقي أحيانا متهيج، عنده آلام في كل جسمه وهبوط في كل جسمه، وتلاقي الكبد محتقن، تدوس على بطنه تلاقيه بتوجعه، المعدة محتقنة، ما تلاقيش فيه هضم، ما تلاقيش فيه رغبة في الأكل، الكلى مش شغالة، بس تلاقي كمية البول قليلة، جسمه بينفخ، مية في جدار البطن، مية في الرجل، تلاقي رجله ورمانة جدا، يقول لي يا دكتور أنا كنت سليم جدا، دلوقتي بدأت رجلي تورم، والورم بدأ يطلع لفوق، وأحيانا التورم بيوصل لغاية الخصيتين مثلا لو كان رجل، أو الأجزاء التناسلية لو كانت واحدة ست، ودي بتبقى عملية مزعجة جدا، ومن أكثر الحاجات اللي بتزعج الرجالة، أول ما الهبوط بتاع القلب يوصل تورم الخصيتين يجي لي منزعج جدا، يقول يا دكتور ده أنا خلاص عندي تورم شديد جدا وفي أجزاء حساسة، ويبقى قلقان وزعلان، دي كلها علامات هبوط القلب. ويمكن العلماء عملوا أدوية كتير جدا في علاج هبوط القلب، لكن يبقى التطور اللي هو الفاصل في تاريخ البشرية، اللي هو الجهاز الثلاثي اللي هو بيعمل تنظيم لكهربة القلب وبيعمل تقوية لعضلة القلب. ويمكن فكرة هذا الجهاز اللي هو الربط الكهربي بين الأذين وبين البطين الأيمن والأيسر، ويمكن كان لسه في أحد الفنانين المشهورين عنده الحالة ديت وبنعمل له هذا الجهاز. الجهاز ده يعتبر بيسموه الجهاز المعجزة، ويمكن البحث اللي اتعمل عليه سنة 2000 سموه The Miracle اللي هو الجهاز المعجزة، لأنه عمل تناسق رهيب جدا. ويمكن في فيلم فيديو من الحالات اللي احنا عملتها في مصر ازاي بنركب الجهاز ده، وازاي هي عملية بسيطة جدا وبتتم في حجرة القسطرة وبمخدر موضعي دون اللجوء إلى المخدر الكلي، وبنقدر عن طريق فتحة في الوريد اللي هو تحت الترقوة، وفتحة بتبقى صغيرة جدا 3 غرز 4 غرز، عن طريق هذا الفيديو هنقدر نشوف العملية بتتم ازاي، وفيديو بسيط جدا زي ما انتم شايفين، بندي بنج موضعي في الأول، المريض بيبقى صاحي، ممكن اديله حاجة مهدئة، وبأجيب الوريد اللي هو تحت الترقوة، وعن طريق هذا الوريد بدخل 3 أسلاك، واحد بيبقى في البطين الأيمن، وواحد في الأذين الأيمن، وواحد في البطين الأيسر. العملية زي ما انتم شايفين بتتم تحت مخدر موضعي، لازم مخدر الموضعي الأول. بيقول لي يا دكتور ايه عملية كبيرة؟ اقول له لا، بص فتحة صغيرة جدا وبنج موضعي، وعن طريق هذه الفتحة بدخل اللي هي الشعيرات، أسلاك رفيع جدا هتشوفوها دلوقتي ازاي هي بتعمل هذا التناسق، وبتقوم بهذه الوظيفة الجميلة جدا، وبتعيد التناسق. يمكن انا ايضا اقرأ على يا مقلب القلوب ثبت قلبنا وثبت قلوبنا، او ربطنا على قلبها ربطنا على قلوبهم. عملية الربط دي عملية تناسق للقلب، يعني القلب دايما لازم يكون مترابط متناسق عشان يشتغل بكفاءة عالية جدا، لان هو عبارة عن الياف عضلية، لو كل مجموعة من الالياف العضلية في الاذين والبطين اشتغلت لوحدها هيبقى القلب شغال يعني كأنه جزر منعزلة، وتبقى طاقة الضخ بتاعته ضعيفة جدا. لكن زي ما انتم شايفين يعني اول سلك دخلته هو ده في البطين الايمن، زي ما انتم شايفين عامل زي حرف السي، واخر منه النقط السوداء دي النقط اللي هي بتنقل الاشارة الكهربية للبطين الايمن. ايضا احيانا بنحتاج نعمل منظم مؤقت في هذه الحالات، هذا المنظم المؤقت بيتشال بعد انتهاء العملية. زي ما انتم شايفين المريض بيبقى صاحي، بعمل اختبار لكل سلك بحطه، يعني هذه الأسلاك الرقيقة جدا والموصلات الرقيقة جدا بعمل اختبار ليها، بقيس الجهد الكهربي فيها عشان نختار المنطقة الأشد حساسية. عملية دقيقة جدا، يعني كل نقطة في القلب بيبقى لها درجة حساسية بالنسبة للنبضة الكهربية، فاحنا بنختار النقطة الأكثر حساسية عشان تطول في عمر البطارية. بعد ما خلصت بتاعة البطين الأيمن بدخل بتاعة الأذين الأيمن. ويمكن أنا برضو لما ليا قراءة دايما للأحاديث والآيات، يعني لما جي يقول قال بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما قالش مثلا بين إصبع أو بين أصابع،
لانه اصبعين، لان يعني بيقول لك ان القلب يعتبر كانه يعني جزئين، هو الجزء العلوي اللي هو الاذين الايمن والايسر، والجزء السفلي اللي هو البطين الايمن والايسر، والجزئين دول مختلفين جدا، فالاذين غير البطين. زي ما انتم شايفين اهوت دي الوصله الثانيه، دي بنحاول عارف حضرتك زي الايه القلاووز كده بنحاول نلفها بطريقه معينه اهوت، هتبص تلاقي بطريقه لولبيه جدا بتشبك في جدار الاذين الايمن اللي هو حرف السي الثاني اللي فوق. ياتي الدور بقى على اللي هي الجزء اللي هو الاهم اللي هو التركيب في البطين الايسر، واحنا لان احنا بندخل عن طريق الوريد فيبقى اللي قدامنا على طول الايمن، عشان نوصل للبطين الايسر يبقى لازم ندخل عن طريق الوريد اللي هو التاجي. زي ما انتم شايفين كل خطوه بنعملها بنرجع تاني للمونيتور وبنقيس الجهود الكهربائيه وبنختار المكان الصح، لان مهم جدا ان انت مش بس تحطها جوه القلب لكن تختار المكان الصح عشان تشتغل صح وتعمل التناسق المطلوب وما تعملش اعراض جانبيه، زي مثلا يحصل بعض الناس يجي لها زغطه وكده، فلازم نختار المكان صح عشان تبقى بعيد عن المعده بعيد عن العصب الحائر، ودي اختبارات احنا بنعملها وبيبقى في ناس اطباء الشباب الصغيرين حافظينها بنعلمها لهم، بيكون هو بيساعدني قاعد على جهاز المونيتور هو اللي يقول لي الارقام والقياسات وبختار المكان الانسب حسب الارقام، اول ما اوصل للرقم المثالي بثبت الوصله في هذا المكان المثالي. زي ما قلت لحضراتكم هيبقى اللي هو بص زي ما انتم شايفين الشريان التاجي اهوت عشان اشوف الوريد التاجي، لما انا باحن الشريان التاجي اهو الوريد التاجي اللي ظهر ده بقدر احدده، وده وريد جوه القلب، ودي خطوه بتبقى عايزه مهاره فائقه، ودي يمكن اهم خطوه في عمليه تركيب الجهاز المقوي لعضله القلب. الجهاز ده انا بقول المعجزه ليه؟ لان في ناس كان عندها هبوط حاد في القلب بطريقه بشعه جدا، ما يقدرش يمشي خطوتين وبينهج وجسمه متورم ومش قادر يمشي، مجرد ركب الجهاز ده وكانت الشروط منطبقة عليه اتحسنت الحالة بتاعته جدا، وبدأ الورم يقل وبدأ النهجان يقل وبدأ المجهود يتحسن، عشان كده بنسميه الجهاز المعجزة. لكن هو الحقيقة في اشتراطات معينة، يعني في رسم القلب لازم ألاقي مقاسات معينة، وفي الموجات الصوتية لازم ألاقي مقاسات معينة عشان العيان يستفيد من هذا الجهاز. زي ما انتم شايفين بدخل الأول قسطرة، هذه القسطرة بتبقى عن طريق سلك الاول، وبعد كده بدخل الشيس اللي هو الغمد اللي بتدخل فيه القسطره، والقسطره دي بتعلم لي مكان الوريد اللي هو التاجي او الجيب الوريدي. الجيب الوريدي او الوريد التاجي ده اللي هو يعتبر عامل الحزام بين الاذين والبطين، هو اقرب ما يكون لو وصلت انا لطرفه الايسر يبقى كان انا بنبه البطين الايسر. انا عايز اعمل تناسق بين الاذين الايمن والوزين الايسر والبطين الايمن والبطين الايسر. الاوزينين عشان قريبين من بعض فمجرد انا بحط وصله واحده في الاوزين الايمن يبقى انا حليت المشكله. لكن في البطينين يبقى انا لازم احط وصله في البطين الايمن والبطين الايسر. زي ما انا قلت لكم البطين الايسر لا يمكن الوصول اليه مباشره الا عن طريق اللي هو الوريد التاجي او الجيب الوريدي، وده انا بحدده عن طريق قسطره وبحن فيه صبغه، وطبعا بتطلع منه فروع كتيره جدا هوريها لكم دلوقتي. بختار الانسب بنسميه البوستولاتر اللي هو الخلفي الجانبي، لان ده يعتبر ابعد نقطه موجوده في البطين الايسر، ودي لما بحط فيها الوصله يبقى هتعمل تناسق شديد مع البطين الايمن يبقى هتحسن كفاءه عضله القلب. الحالات اللي زي كده لما اتعملت حصل تناسق رهيب ورسم القلب اتغير، والانسان بعدها مجهوده اتحسن جدا وضربات القلب انتظمت، وكفاءه عضله القلب بعد ما كانت اقل من 30 واقل من 35% اتحسنت جدا. زي ما انتم شايفين اهوت بحاول ادخل القسطره، طبعا عمليه تدهيك القسطره في هذا الجيب الوريدي يعني بتحتاج محاولات وبتاخد وقت، لكن لما بنوصل لها وبيتحط في المكان الصح بتبقى العيان بيستفيد جدا، وهي بتيجي بالخبره وبالممارسه. ويمكن الحالات اللي اتعملت زمان كانت اصعب لان كانت لسه الادوات ما كانتش بهذا التقدم، لكن حصل تطوير جدا في الادوات اللي بنستخدمها في الحالات دلوقتي، فبقى من السهل جدا ان الواحد يزرعها ويحطها في الجيب الوريدي ويختار الوريد المناسب، وهوريكم دلوقتي ازاي زرعناها في الوريد المناسب بعد ما حقنا ماده من الصبغه بتعلم لنا اهو بنحقن، يبقى لسه ما وصلناش ليه اللي بيظهر ده الاذين الايمن. بعد شويه لما هدخل اللي هو الوريد الجيبي او الجيب الوريدي اهو بص القسطره دخلت فيه، بيبقى لها شكل معين كده بحس انا من النطه بتاعتها نفسها طريقه الدخول لها كده تكه معينه، يعني مش بس الواحد بيشتغل بعينيه لا بحاسه الايد، يعني انا حتى ان هو بيقولوا لي انت عرفت ازاي اقول لهم لا بحاسه الايد، انا بالتاتش الحاسه دي بتبقى الواحد بينميها من غير ما يكون باصص بيعرف من حاسه الايد ده المكان ده هو بتاع نجيبها في المنظر الايمن
تبان ان هي فعلا خلفيه، فده معناه ان احنا في الجيب الوريدي. هنحن صبغه دلوقتي هتبين اهو، بص ظهر اهوت الجيب الوريدي، ده جوه القلب، ده يعتبر الحزام الفاصل بين الاذين والبطين داخل القلب، وطالع منه الوريد اللي هو فوق ده، ده اللي انا هحاول ادخل فيه الوصله الثالثه اللي هي تعمل التناسق مع عضله القلب الايمن، بحيث ان احنا عملنا تناسق بين البطين الايمن والبطين الايسر والاذين الايمن. والجهاز بنسميه بالانجليزي CRT، وده الجهاز ده ممكن يتحط له خاصيه اضافيه اللي هي CRTD، ان هو يبقى عنده قدره على ان هو يدي صدمات كمان ويعمل التناسق بهذا الشكل. زي ما انتم شايفين الصوره اللي على اليمين بسميها رود ماب، اول ما بوصل له بقسم الشاشه بتاعه القسطره الى جزئين، الجزء بحط فيه الرود ماب او خريطه الطريق اللي انا وصلت لها وحددت مكانها، بحيث ان انا من غير ما اكون دايس على السكرين ابقى عارف انا فين، وبعد كده لما بوصل للمكان بحقن تاني واحدد المكان بدقه شديده جدا. زي ما انتم شايفين دلوقتي القسطره جوه، بنجهز اللي هي الوصله اللي هي تتحط في الوريد اللي هو البوسترولاترال او اللي هو الخلفي الجانبي، وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم عمليه غايه في الدقه، وتركيب هذا الجهاز من احدث الوسائل في العالم لعلاج هبوط القلب. وطبعا لما بقول لكم ان ده من احدث الوسائل، ده بيعرفكم قد ايه احنا متقدمين في طب القلب، وقد ايه مصر ماشيه على قدم المساواه مع العالم المتحضر في هذا المجال. لكن هذا لا يمنع، طالما احنا في نبض الحياه بنقول لقطات اعجازيه وبنقول معلومات علميه دقيقه وبنعرض افلام علميه دقيقه، ان احنا برضو ندي لمحات سياسيه. طبعا هذه الاجهزه غاليه ومكلفه، وطبعا فاتوره التامين الصحي بتبقى صعبه جدا انك توصل للحالات دي وتعمل الاجهزه الغاليه دي. برضو قبل ما نخلص الفيلم احب اقول لكم، بصوا احنا ازاي بنحاول ندخل في الوريد اللي هو الفرع اللي هو داخل على الوريد التاجي او الجيب الوريدي، واللي هو الفرع الخلفي الجانبي. هرجع للسياسه بعد ما اخلص هذا الفيديو. زي ما انتم شايفين بحاول ادخل القسطره، هي طبعا عمليه توجيهها عمليه دقيقه جدا، والتحكم فيها انت مشوار بعيد جدا من اللي هو الوريد اللي تحت الترقوه لغايه ما بتوصل داخل القلب وتدخل فرع فرع فرع، يعني الاول تدخل للاذين الايمن، وبعد كده تدخل الوريد الجيبي، وبعد كده تدخل في فرع من الوريد الجيبي، ومش اي فرع، فرع معين بتنشن عليه، فهي بتبقى عمليه عايزه تصويب وتدقيق وبتحتاج خبره ومهاره. لكن زي ما قلت لحضراتكم يعني المجهود اللي بيبذل فيها يستاهل، لان الحالات بتتحسن جدا بعدها وبتستفيد، واي مجهود الواحد بيبذله في هذه الحالات حتى لو كان فوق العاده، احيانا بعض الشباب حتى يتعب ويلاقوني واقف مكمل الاخر، اقول له معلش دي ضريبه بقى الايه العمل في هذا المجال وعمليه ضريبه النجاح. يعني لابد ان الواحد يكون صبور جدا، ولابد يكون طويل البال جدا وعنده قدره على الاحتمال. وبنتعرض للاشعه اكس فترات طويله احيانا في بعض هذه الحالات. زي ما انتم شايفين بعرف النايب المكان اللي هندخل فيه وبحدده بالظبط، وبوجهه بقول له هنسحب اللي هو الشيس شويه عشان ندخل جوه المكان. في بعض تكات صغيره بيبقى الواحد عارفها بتسهل له، بنسميها تيبس اند تريكس، بعض يعني نصائح بسيطه جدا بتعلم الصغيرين ازاي توصل للمكان صح. اول ما بنقرب من الوريد الصح هتبص تلاقي القسطره دخلت في مكانها واستقرت، وتيجي تاخد المقاسات بتلاقيها مظبوطه جدا. لسه برضو انا مش راضي عن المكان، فبقول له ارجع تاني بالقسطره بره شويه، بنسحب الشيس اللي هو الغمد اللي الليد بتتحرك فيه. اول ما تيجي على فتحه الشريان او الوريد الصح بتلاقيها لها كده طريقه معينه بتدخل فيه، اهو دخلت الوريد اللي احنا، لو انت بصيت في الصوره اللي هي على اليمين هتلاقي نفس الرسمه اللي احنا حقنين فيها الصبغه هي نفس الرسمه اللي على الشمال. اول ما بندخل المكان ده برضو بنعمل بعض اختبارات لقياس الجهد ونشوف الشحنه اللي هنديها قد ايه عشان نحافظ على عمر البطارية أطول فترة ممكنة. زي ما انتم شايفين رسم القلب بيتغير تماما أول ما بندخل فيها، تبص لك أن بتاع واحد عيان تاني خالص. وبنحدد كمية الجهد هنا طلع 3 فولت، هو بيفضل أن هو يكون يعني ما يزيدش عن 3 عشان عمر البطارية اللي هي بتشحن هذا الجهاز، ودي بطارية بتتزرع تحت الجلد في الفتحة اللي أنا عملتها بتبقى فوق العضلة، وهذه البطارية بتمتد فترات طويلة، والأجهزة الحديثة بيبقى عندها قدرة عالية جدا على الاستمرارية وبتستمر سنين طويلة. الحقيقة الفيديو ده كان فيديو يعني موضح جدا، ومن الحاجات الجميلة ومن الحالات اللي هي النوعية اللي احنا نفتخر كمصريين ان هذه التقنيات بتتم في مصر وبأيدي مصرية، وبتبقى يعني دافع للأجيال الصاعدة ان هي مفيش حاجة في التقنيات الحديثة احنا اتأخرنا فيها، واحنا زي ما قلت لحضراتكم ماشيين على قدم المساواة. تيجي بقى اللقطة السياسية اللي عايز اوصلها للمسؤولين،
النهارده الحقيقه انا شفته وانا جاي الصبح في صباح الخير يا مصر رئيس التامين الصحي بيتكلم على التامين على الاطفال وكده، مجهودات جميله جدا لكن ينقصها اللي هو التناسق، محتاجين جهاز تناسقي زي اللي احنا بنركبه عشان تنسق، تحس ان وزاره الصحه دي جزر منعزله، هيئات ما لهاش علاقه ببعضها، المؤسسه العلاجيه والوزاره والتامين والمراكز الصحيه والمراكز الطبيه جزر منعزله. ومنظومه الصحه في مصر فعلا يعني عده منظومات، احنا عايزين نعمل يونيفيكيشن، توحيد للصحه، يعني ما فيش حاجه اسمها خاص وعام. انا اتخيل الحل السحري والسريع بالنسبة للحالات الحرجة والسريعة، ودي نصيحة بقولها للمسؤولين الكبار وتوصل للوزير ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، إن الحل السريع اللي هيجيب نتيجة مفيدة جدا في هذا المجال، الحالات الحرجة مفيش مستشفى مقفولة ليها، يعني هيروح هو للمستشفى للتوزيع الجغرافي بتاعه فيها، لا مكان ما لقاش يبقى من حقه يدخل أي مستشفى حتى لو أكبر مستشفى خاص والدولة اللي تدفع له لهذه المستشفى الخاص. ده الحل السريع اللي هيهدي الناس وهيحسن الأداء الصحي. مفيش مستشفى ضد حالة حرجة مستعجلة حسب تقييم الأطباء، يعني مثلا واحد جات له أزمة قلبية أو جلطة أو ذبحة صدرية أو حادثة كبيرة جدا، دخل في مكان ما لقاش سرير فاضي، أقرب مستشفى خاص ليه أو عام أو عسكري أو شرطة بغض النظر عن التصنيف والمسمى بتاعها المفروض تتفتح ليه. طبعا ده بيتقال إن ده قانونا، لكن الحقيقة ما بيحصلش. أنا عايز هذا البند يتفعل بحيث ان هو يدخل اي مستشفى، واي مصاريف لو هيطول يقول لك هو يسعف لغايه ما يستقر، لا يكمل علاجه فيها والدوله تدفع له. في الحاله دي ده ابسط حاجه من قواعد التامين الصحي، واعملوا القانون بتاعكم براحتكم بقى ووصلوا بقى للطريقه اللي هتمولوا بيها براحتكم، لكن حق اي مواطن بسيط لو ملاش مكان في مستشفى مجاني يتحول لاقرب مستشفى حتى لو كان 7 ستار 5 ستار ويتعالج فيها بدون ما يدفع حاجه. طيب اول اتصال النهارده عبير من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتور معايا؟ ايوه اتفضلي يا عبير. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي صح. لو سمحت، انا اخويا جات له جلطه من سنتين كده، وبعدين يعني احنا لحقناه يعني بسرعه، ما اعرفش هي جات له يعني هي كانت جات له مره جلطه في القلب. جلطه في القلب. عنده كام سنه؟ 46. 46 سنه. وجات له قبل كده واحده وكانت صامته وما حسيتوش بيها، ما كانش لها اعراض. وعنده السكر؟ لا لا، هو ضغط بس. مدخن؟ كان مدخن لما جات له. طيب وحاليا بطل التدخين؟ حاليا بطلها. فالمهم لما احنا وديناه المستشفى يعني ايه، احنا دخلناه في ساعتها فلقينا القلب وقف، توقف القلب طبعا. صدمه كهربائيه وانعاش. نعم، عملوا له انعاش قلبي ويحتاج صدمه، عملوا له الصدمات الكهربائيه دي. حصل تليف في العضله بتاعت القلب او الخليه اللي هي بتاعت الشريان التاجي، مش عارفه هو حصل تليف بس انا مش فاكره في ايه بصراحه. العضله بقت كام يعني في الميه؟ العضله كانت ساعتها 20. 20%؟ يعني بعد ما احيوها بقت 20. 20%؟ دخل العينيه وكده بقت 20، فدلوقتي هي 40. 40% دلوقتي. فما نفعش طبعا يعمل دعامه ولا حاجات من دي، وعنده انسداد في الشريان التاجي 70%. 70 في كام شريان؟ في التاجي. هما التاجي دول ثلاثة، الأيسر والأوسط والأيمن أو الخلفي، ما قالكيش؟ لا، هما قالوا لنا في الحقيقة. يعني عمل قسطرة تشخيصية للشرايين؟ وقال لك إن هو ما ينفعلوش توسيع أو دعامة؟ ما ينفعش دعامة خالص. ولا جراحة قلب مفتوح؟ ولا حاجة. هما قالوا دلوقتي الحالة إيه؟ يعني الحالة دلوقتي تعتبر يعني هي خلص كده، ما يقدروش يعملوا حاجة أكتر من كده. مجهوده عامل إيه دلوقتي؟ هو الحمد لله يعني دلوقتي بدأ يتحسن. فيعني في حالته دي حضرتك بتفضل ايه يعني؟ هقول لك. طيب اتفضلي وانا اشرح لك الحاله بتاعته. طيب شكرا دكتور. بالنسبه لاخو عبير بتقول ان جات له ازمه قلبيه، الاولانيه ما حسش بيها والثانيه حس بيها واتضح ان هي جلطه والقلب توقف فيها وتم انعاشه وخد صدمات كهربيه، لكن اثرت على كفاءه عضله القلب وحصل زي تلف وتليف في البطين الايسر، فالكفاءه في الاول كانت ضعيفه جدا 20%، ولما استعاد سريان الدم شويه بالادويه وكده وصل 40%. القسطره اللي اتعملت بتقول ان هو قالوا لا مش هينفع فيه دعامات او جراحه، فالحقيقه انا محتاج اشوف فيلم القسطره تاني، لان في هذه الحالات بنحاول ندور على اي شريان ممكن يتفتح، لان اي شريان هيتفتح هيساعد في تقويه عضله القلب. لكن لو اتضح ان هو مش هينفع فيه تدخل جراحي او تدخل بالدعامات، هنحاول نشوف اذا كان هينفع نركب فيه الجهاز اللي انا وريته من شويه اللي هو هيقوي عضله القلب، الجهاز الثلاثي ده له مواصفات معينه، لازم يكون الكهرباء بتاعت القلب الليفت باندل الحزمه اليسرى مقفوله او تمدد في كهرباء القلب،
ويكون عضلة القلب يعني أقل من 40 30 35 مع الأعراض اللي هي بتحكي عنها، ما فيش مجهود، بتقول المجهود يتحسن شوية، لكن طبعا هو واخد الاحتياطات. لازم يتحط على أدوية بيسميها اوبتيمال ميديكال ثيرابي، يعني بنديله أحسن أدوية باطنية مثالية ونشوف استجابة العضلة ليها. لو ما تحسنتش يبقى نحاول نزرع الجهاز ده لو كان الجهاز ينطبق عليه الشروط. وأنا مستعد إن أنت لو جيتي لي معهد القلب إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي أشوف القسطرة بتاعته وأشوف إذا كان نقدر نعمل له حاجة. أحمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، أهلا يا أبو حميد. ربنا يبارك في حضرتك ويديك علم يا دكتور. ربنا يخليك. لو اتكلمت دكتور هنعتبر السؤال ده سؤال عام. ماشي. حضرتك أنا عندي بعض الأقارب في حرقان شديد في القلب. حرقان. ممكن أعتقد إن هم ممكن يحتاجوا دعامة. في بعض الأقارب برضه قصور في الشريان التاجي وضعف في عضلة القلب. هل يا دكتور كسؤال عام، هل الأمر ده أكثر الأمور المؤثرة فيه بيبقى مثلا ارتفاع نسبة الدهون والضغط عامل أساسي؟ الضغط والدهون؟ الضغط والدهون. لو احنا قدرنا نسيطر على الاثنين دول ممكن الأمر يبقى طبيعي ولا في حاجات أخرى حضرتك ممكن؟ ده سؤال جميل جدا يا أحمد. شكرا جزيلا. اتفضل وأنا بشكرك عليه. يعني يا أحمد الحقيقة لمس نقطة مهمة جدا أنا بحب أتكلم فيها، ويمكن الدور المهم والتنويري للرحمة وقناة الرحمة ونبض الحياة الوقاية من أمراض القلب. زي ما قلت لكم قبل كده وكنت لسه بتكلم مع المسؤولين الكبار الرئيس ورئيس الوزراء إن التكلفة عالية جدا بتاعت أمراض القلب والأجهزة الحديثة اللي أنا كنت لسه بوريها دي بتتكلف عشرات الألوف وأحيانا بتعدي 100,000. فطبعا بلد محدودة الموارد وعمالة تتوجه للنقد الدولي، هنسميه النكد الدولي، صندوق النكد الدولي عشان تستعين بالقروض، طبعا هتبقى بالنسبة لها دي عملية مرهقة جدا. فلو قدرنا نعمل وعي تنويري صحي من خلال هذه البرامج الهادفة والقنوات الهادفة الجادة مش قنوات التهريج وتضييع الوقت، هنقدر نوفر على الدولة موارد كثيرة جدا. واعتقد القلب من الحاجات اللي ممكن الوقاية فيها تبقى ذات أهمية عالية. يعني احنا لو قدرنا نقلل الدهون ونتحكم في ضغط الدم القاتل الصامت، يمكن انا لسه بجهز كتاب ان شاء الله هيبقى مفيد جدا عن ضغط الدم وازاي الواحد هذا القاتل الصامت يعمل له ترويض ويعمل له اكتشاف مبكر وازاي يتعامل معاه بحيث ما يأثرش على القلب والواحد يهمل فيه وبعد كده يفاجئ ان عنده ازمه قلبيه زي ما احمد قال وحرقان في الصدر وذبحه صدريه ومحتاج دعامات وادويه بالالاف المؤلفه وعمليات مكلفه جدا. فلو قدرنا بحاجه بسيطه زي ضغط الدم اكتشفناه مبكرا، ويمكن الصيحة اللي أنا بقولها دايما أعرف رقمك أو فتش عن الضغط قبل أن يفتش عنك ضغط الدم. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني مثلا الواحد اللي عنده والده أو والدته جالهم ضغط الدم ما يستناش لما يبقى عنده 40 سنة عشان يدور عن ضغط الدم بتاعه، أو يستنى لما يجيله حرقان في صدره زي الاتصال بتاع أخو عبير من اسكندرية، طبعا ما دورش على نفسه خالص إلا لما جات له الأزمة القلبية. لكن هو لو دور قبل كده وقاس الضغط، الضغط مش هتعرف الأعراض بتاعته. يعني يقول لك انا بصدع يبقى الضغط عالي، لا، الصداع احيانا هو اللي بيرفع الضغط وليس الضغط اللي بيعمل الصداع. لدرجه ان انا بقول مثلا النواب الصغيرين الدكاتره بتوع القلب لازم تسكن الالم الاول، يعني عنده صداع اديله حاجه مسكنه للصداع قبل ما تحكم ان عنده ضغط دم عالي، وخاصه في الضغط اللي هو البوردر لاين اللي هو على الحافه. يعني مثلا لو الواحد الضغط بتاعه 150 90 ومصدع جامد جدا، انا بقول ان الصداع هو اللي عامل الضغط العالي مش العكس. لكن امتى يكون الضغط اللي عامل الصداع؟ لو الارقام بقى 190 180 200 يبقى فعلا ده مش محتاج بقى تاويل. لكن الارقام اللي هي بتتارجح على البوردر لاين على الحافه بين الابر نورمال لحد الاعلى الطبيعي وبين ضغط الدم، في الحاله دي انا لازم اسكن الالم شويه. لو واحد عنده وجع في مثلا سنانه او التهاب في عينيه او وجع في بطنه وكليه الضغط عالي، هذا الالم هو اللي رافع الضغط، يبقى لازم الاول اسكن الالم وبعد كده اقيس الضغط بتاعه. إذن اكتشاف الضغط المبكر عملية دقيقة جدا وبتحتاج متابعة وبتحتاج احتياطات معينة. يعني برضو أنا دايما بقول إن ما ينفعش الصيدلاني والإخوة الصيدلة أنا بحبهم جدا ولهم مودة في قلبي، لكن عايزهم يتفرغوا يعني أكتر للبحث في الدواء وتطوير الدواء بدل بيع الدواء والتغلفة والتعبئة. يعني عايزين الدواء المصري يرجع للأهمية بتاعته، وبدل ما بيضيعوا وقتهم في ان هم يبيعوا كروت شحن الموبايل والشامبوهات والكلام ده، يركزوا اكتر في تطوير الادويه وصناعه الادويه. وبرضه ما يتجهوش لقياس الضغط وباجهزه مش متعايره صح وبناس مش متدربه، ويجي الشخص من الشارع مثلا متوتر
قلقان من الحر من الزحمه مصدع تعبان، ياخده كده على الطاير زي ما بيقولوا يعني اهل الكره، ودراعه متعلق في الهواء ويقيس له الضغط ويطلع ضغطه 170 ويجيب له بانيك وقلق ودوشه، وبعد كده تقيس الضغط تاني تلاقي الضغط سليم. فالضغط عمليه مهمه جدا واكتشافها قد يكون وقايه للقلب. ايضا الدهون، ودي يمكن هنتكلم فيها بعد الاتصال، ازاي الدهون نكتشفها مبكرا وازاي نتعامل فيها. اتصال جديد. ايوه ام سعد. السلام عليكم. اهلا يا ام سعد. ايوه دكتور اتفضلي. علينا عند الحاج عنده 68 سنه. 68 سنه وعمل عمليه قسطره، كانت بتجيله ازمه كارثه نفس. القسطره كانت عمليه قسطره. قسطره تشخيصيه ولا قسطره علاجيه؟ لما ياكل بطنه بتعلى. بطنه بتكبر. لا القسطره ما بياكلش القسطره كان بطنه بتعلى وما ياخدش نفسه بعد الاكل بيتعب. لدكتور التامين قال له روح لدكتور القلب. دكتور القلب قال له اعمل دكتور، لا روح لدكتور البطنه. دكتور البطنه قال له تاخد علاج ومش على السوائل. بس مش مرتاح خالص يا دكتور، ولا بياكل ولا بيشرب. عنده نهجان؟ عليه النهار كله ما بياكلش. عنده نهجان؟ والضغط بيعلى عنده على طول. بيوصل كام الضغط؟ بيوصل لعالي الضغط بتاعه جامد؟ الضغط بيعلى جامد؟ ايوه دكتور. طيب هو عمل دعامات ولا قسطره تشخيصيه بس؟ بينهج جامد. طيب عمل دعامات مع القسطره؟ عمل القسطره من سنه. قسطره تشخيصيه ولا علاجيه؟ لا لا قالوا مش عايز دعامه. طيب اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعته، اتفضلي. طيب ناخد اتصال بتاع السعوديه، يبقى ام سعد الاول وبعد كده ام احمد من السعوديه. اهلا باهل السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ انت مصريه في السعوديه بقى، اهلا بيك. من مكه ان شاء الله، اخبارك عامل ايه؟ طيب انت في مكه جنب البيت الحرام، ادعي لنا دعوه، ادعي لنا دعوه كده وانت جنب البيت الحرام. انت وصيت قبل كده ودعيت لك، الله يوفقك. طيب ربنا يخليك. اتفضلي. يعني الواحد بيستفاد مشكور من الحلقه بتاعتك يعني. ربنا يخليك. اقول لك بالنسبه جوزي مركب نفس الجهاز اللي انت لسه شرحه زي ده. الجهاز الثلاثي ده؟ ايوه. إيه منظم كان عامل قلب مفتوح. ايوه وبعدين كان تعب شويه بعد كام سنه زي كده وركب الجهاز نفسه اللي انت لسه شرحه دلوقتي. واخباره ايه دلوقتي؟ طيب الحمد لله، يعني كل ست شهور يروح يراجع. لازم البرمجه خلاص. خلي بالك لازم البرمجه عشان بنعاير مقاسات معينه وبنظبط عشان البطاريه تعيش اطول فتره ممكنه، ولازم برضو مع الجهاز يحافظ على نفس الحاجات الادويه اللي كان بياخدها للشرايين، ويهتم ان السكر ما يعلاش والضغط ما يعلاش والكوليسترول والدهون يبقى متظبط. الملح مهم جدا للحاله بتاعت جوز حضرتك يا ام احمد، لان هو بس ما يسويش تحليل السيوله في الدم ولا زي كده يعني، بس صرف له علاج يلد وخلاص. لا انا عايزك انت من نفسك تعملي بقى التحاليل دي، معلش لو حتى على حسابك اعملي تحليل كل فتره كده، تعملي له وظائف الكلى، وظائف الكبد، السكر، الكوليسترول، وتوريها للدكتور حتى لو ما طلبهاش، بحيث ان هو لو لقى فيها حاجه تكتشفيها بدري. يعني الحاجات دي لما بتتظبط اول باول بتحافظ على الجهاز اطول فتره ممكنه وبتحسن حالته، خاصه ملح البوتاسيوم، يعني الصوديوم والبوتاسيوم وظائف الكلى لو اتلخبطت ممكن تخلي الجهاز يستهلك الطاقه بتاعته والبطاريه تخلص قبل ميعادها ويحتاج يشحنها او يركب واحده ثانيه. هي البطاريه قالوا له كل 7 سنين يعني. ما هي حسب ما هي كل 7 سنين ان شاء الله. البطاريه دي بتعتمد على مدى اللي هو استجابه القلب ليها، يعني ممكن تكون اطول لو قدرنا نعايرها ونهتم بالحالة العامة وناخد أدوية صح والتحاليل صح ممكن تقعد 10 سنين. لو احنا أهملنا وبدأ كل فترة في البرمجة يضطر يعلي فيها ويدي شحنة أكتر ممكن ما تكملش 7 سنين. فهو في ناس بتبقى مركباها على أساس 7 سنين وبعد كده يفاجأ أقول له لا سوري مش هنقدر نكمل هنغيرها بدري. فهو المحافظة والمتابعة، ودي نصيحة بقولها لك يا أم أحمد ولكل الناس اللي عندهم حالات القلب. عمليات القلب بس هي المشكله السكر بس يا دكتور مش مظبوط عنده، شويه ارتفع شويه دي شطارتك بقى. هو ما بيمنعش نفسه عن التمر. بص ما ده اللي انا هقوله لك بقى، شطارتك بقى في تظبيط الاكل بتاعك، يعني السكر وبالذات السكر الجاهز. انا بعتبر السكر اللي بيتحط على الشاي ده انا بسميه احد السموم البيضاء. انتوا لازم تحفظوا الكلام بتاعي بقى. السموم البيضاء مش بس المخدرات والهيروين، لا السكر الابيض والملح والثالث دي الابيض الفاخر اللي بتعمل منه بقى البيتي فور والمعجنات. بالظبط ده الثلاث حاجات دول يتعبوا القلب جدا. يعني بص يا ام احمد انا بعد ما اخد الاتصال ده هشرح الحاله بتاعت جوزك بالتفصيل، وخاصه
عجبني ان انت الحلقه بتاعتك او الاتصال بتاعك يعني متفق مع موضوع الحلقه بتاعت النهارده وهو الجهاز الثلاثي المقوي لعضله القلب. اتصال من الجيزه. ايوه عادل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الدكتور جمال. ايوه لو سمحت انا عندي مشكله كده بسيطه. اتفضل. انا عامل عمليه تغيير صمام من شهرين وحوالي 20 يوم. 20 يوم تغيير صمام؟ اه. الميترالي ولا الاورطي؟ مغير الميترالي. مغير الميترالي. ايوه يا فندم. ايوه. مكان الخياطه مكان الخراطيم عندي اه في الم شديد بطريقه فظيعه. الم بس لكن الجرح كويس. الجرح كويس وبعدين في حاجه جد عليا يا فندم. اه لا في انتفاخ دائم في البطن. الانتفاخ ده مخليني حاسس ان الجرح ده هيفتح. لا الانتفاخ انت حاسس بيه في بطنك دكتور؟ بطنه؟ لا الانتفاخ في بطنك وضاغط على صدرك جدا ونهجان جامد ومش قادر اخد نفسي. ونهجان جامد. عملت اشعه تلفزيونيه على القلب بعد العمليه؟ لا بعد العمليه عملت وانا في المستشفى عاملها في معهد القلب. طيب بص يا عادل لازم تعمل تاني اشعه تلفزيونيه تاني وتتابع. يمكن نحتاج نعمل اشعه تلفزيونيه على البطن سونار على البطن دلوقتي. عشان نشوف المعده اخبارها ايه دلوقتي يا دكتور. معلش بعد اذنك. هم دلوقتي بيخلوني كل حاجه اعملها في العياده الخارجيه. اه والعياده زحمه ومفيش فيها كشف. الفور اللي موجود فيها ما بيطلعش لحد. ما انا عارف يعني. طيب. عايز بيقول لك انا اللي انا شايفه هو الصح. طيب عدي عليا يوم الاربعاء ان شاء الله في المعهد وانا هشوف الحاله بتاعتك. طبعا هو بعد الجراحه بتاعت القلب المفتوح ده جراحه كبيره جدا وتغيير صمام وطبعا محتاج ان نشوف الصمام بالموجات الصوتيه نشوف هو شغال ازاي وممكن نحتاج نعمل موجات صوتيه على البطن نشوف المعده شكلها ايه اذا كان في التهابات او حاجه. لكن انا بطمنك يا عادل ان ربنا مثلا كتب لك السلامه وطلعت من عمليه كبيره زي كده سليم. لازم تتابع. قلل الملح مهم جدا والمخللات مهمه جدا. تحليل السيوله لان ده صمام صناعي فانت لو اهملت في السيوله ممكن لا قدر الله تحصل تجلطات على الصمام فمهم جدا تحليل السيوله كل شهر. وحتى لو لقيت زحمه في العياده بتاعت معهد القلب لازم برضو تعمل تحليل السيوله. نرجع للاتصالين بتاع ام سعد من مصر وام احمد من السعوديه. ام سعد هقولها بسرعه وام احمد ده موضوع الحلقه. ام سعد بتقول ان الحاج 68 سنه وعمل قسطره وقالوا انك مش محتاج حاجه لكن مع اي اكل بيتعب. يا ام سعد ممكن يكون في قصور في الشرايين التاجيه بس مش محتاج تدخل او شديد جدا لدرجه ان ما ينفعش فيه التدخل. فاحنا محتاجين نراجع القسطره ونشوف فعلا هل الاصابه بسيطه ولا اصابه ضخمه وشديده ومتفاقمه ومحتاج تظبيط للاكل. يعني دايما انا بقول سلامه القلب تبدا من المعده. واحنا بنتكلم على الاعجاز النبوي يمكن نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. فلازم مريض القلب بالذات لا يشبع ولا يملا البطن لان هو امتلاء البطن في مريض القلب يجيب له ازمه قلبيه لان بيحتاج 15% زياده في كفاءه عضله القلب مع المعده الممتلئه. وحاسس ان القلب اساسا الكفاءه بتاعته مش عاليه فهتبص تلاقيه يجي له نهجان شديد وممكن تجي له ازمه جامده ويحس ان الاكل ما بيتهضمش يجي له انتفاخ شديد. ايه اللي بيخليه يحس بانتفاخ؟ ان القلب مش قادر يوصل دم للمعده كفايه عشان يدي انزيمات وهرمونات تهضم الاكل ده فبيفضل الاكل واقف في المعده يحس ان بطنه مليانه منتفخه. المعده الممتلئه المنتفخه تضغط على الرئه تقفل على القلب فبالتالي توصل نهجان ويزيد وتعب ويزيد. فلازم مهم جدا مريض القلب اكلات خفيفه. ويمكن ايضا اذكر في الاعجاز القراني خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني جاب الاكل والشرب ما اخذ الزينه عند كل مسجد. طيب احنا مطلوب مننا نروح المسجد كم مره في اليوم؟ خمس مرات، خمس صلوات. يبقى تاخذ الزينه خمس مرات وتاكل وتشرب ولا تسرف خمس مرات. يعني عايز يقول لك لو انت هتقدر تقسم وجبتك خمس مرات في اليوم بس تكون وجبات خفيفه بدون اسراف وبدون امتلاء المعده افضل من اللي يقعد طول النهار صايم عمال يشرب شاي وسجاير ويروح بالليل يوم جه مديها وجبه تقيله جدا وينام بعد نص ساعه وبعد كده يصحى على ازمه وانتفاخ ونهجان وتلبك معدي ومعوي وازمه قلبيه. مهم جدا لازم يكون في فاصل على الاقل ساعتين بين اخر اكله وبين النوم او بين الاكله اللي قبل النوم وخاصة لو عنده مشكلة في القلب، يبقى لازم الأكلة تبقى خفيفة ويقعد على الأقل ساعتين. يمكن الدراسات الحديثة كلها
بينت هذا الكلام، وفي دراسة أمريكية بينت أن الناس اللي هم بياكلوا وبيناموا على طول بيكونوا عرضة أكثر لأزمات القلب والسكتات الدماغية، وقانا الله وإياكم شر أزمات القلب والسكتات الدماغية. بالنسبة لحالة أم أحمد، ودي زوجته عند مكة المكرمة، ودي قالت إن هي بتدعي لنا عند الحرم وهي بتتابع البرنامج بتاعنا، بقول لها تاني لا تنسينا من الدعاء كل يوم، إن هناك الدعوات مستجابة، وخاصة إن احنا داخلين على موسم الحج والحجيج الأعظم. يعني مهم جدا أم أحمد بالنسبة لجوزك اللي مركب الجهاز الثلاثي، المتابعة كل 6 شهور، والبرمجة، عملية البرمجة دي بتتم عند جهاز معين تبع الشركة اللي هو الجهاز مركبه فيها، لأن في كذا شركة بتعمل هذا الجهاز، وكل جهاز له مبرمج معين حسب الماركة بتاعته، وده الدكتور المتخصص اللي بيقدر يحدد المقاسات بتاعته وبيعدل الشحنة. والهدف من تعديل الشحنة إن احنا نطول فترة عمر البطارية أطول فترة ممكنة، ونقلل الأعراض الجانبية، وإذا كان في حاجة نكتشفها مبكرا. أيضا تظبيط ضغط الدم مهمة جدا، السكر هي بتقول لي هو مش عارف يظبط السكر بتاعه، مهم جدا تظبيط السكر للحفاظ على هذا الجهاز أطول فترة ممكنة عشان ما يحصلش لا قدر الله التهابات أو ميكروبات، وأيضا يحافظ على كفاءة الأجزاء الباقية الحية من عضلة القلب، إن هو لهذا الجهاز مش هيخترع وظيفة من عنده، يعني هو بيعيد التناسق والربط على القلب، ربطنا على قلوبهم، عملية الربط الكهربي بين الأذين والبطين الأيمن والأيسر دي عملية معقدة جدا، وبتتدخل فيها عوامل كتيرة جدا من ضمنها السكر. لو السكر مظبوط والأملاح مظبوطة والضخ بتاع الشريان التاجي كويس، ده هيساعد على عملية الربط والاستفادة من الجهاز أكبر فائدة ممكنة. أحب أختم الحلقة بتاعت النهاردة بالصيحة اللي اتصل بيها الأخ أحمد، وبيقول الوقاية والناس اللي عندها حرقان في صدرها وعندها آلام في الصدر وما بيتبعش ومش عارفة الضغط، فتش عن الضغط قبل أن يفتش عنك الضغط، وابحث عن رقمك، مش الرقم القومي ولا رقم البنك ولا، لكن الرقم الحيوي المهم بتاعك هو ضغط الدم، وياريت يكون 120 على 70 ما يزيدش عن كده، ولو زاد ما يعلاش عن 140 على 89، لأن أكتر من كده لو طلع هتبقى أنت مريض ضغط دم. وحاول تنظم الأكل بتاعك، يعني أنا مش عايز نلجأ للأدوية على طول في علاج ضغط الدم، يعني لو قدرنا نقلل الملح ونقلل الوزن ونقلل السجاير ونمتنع عنها ونمتنع عن المدخنين والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والقهوة بكميات كبيرة، والسلام النفسي والتعامل مع الأزمات بروح كويسة، وتفعيل دور الأسرة والعائلة والوفاق الأسري، كل الحاجات دي كلها بتظبط ضغط الدم بدون حاجة إلى تعاطي أدوية ضغط الدم. برنامج نبض الحياة في لحظات الأخيرة هذا اليوم، بحب أن أنا أطمن عليكم وأطمنكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم مع حلقة جديدة فيها كل ما هو مفيد وجديد يحافظ على نبض الحياة لكي تستمر الحياة ويستمر نبض الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله. أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة. البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد. لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر. أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة، استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني. عملت الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها
ان الحبوب ابتدت يعني بتقل بصوره ملحوظه، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟ تمام، لا ينفع استخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل، كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره. وجه القمر. تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصه للطب البديل لمشاكل البشره. وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر.